الإطراء مجاملة الشكر أو المدح أو للكمبليمان كيأثر بشكل كبير على النفسية ديالنا، وهذا موضوع مهم نعرفوه لتحقيق معادلتنا السرية: نفسية مرتاحة، شخصية متزنة، حياة أفضل. مرحبا بكم على قناة نفحات نفسية. الأثر ديال المدح أو الإطراء أو المجاملة كبير على النفوس، ماشي غير كيخلينا نحسو بالنشوة ويخلي عندنا إحساس زوين، ولكن كيلعب دور مهم في العلاقات الاجتماعية وفي التوازن الشخصي للفرد. المدح أو الإطراء كيخلينا نطمئنوا ونحسوا بالقبول والانتماء والاندماج وسط واحد المجموعة ديال الناس اللي دايرين بينا، ولكن واش خصنا نقبلوا أي مدح تقال لينا ونخليوه يلعب لينا على النفسية ديالنا؟ الجواب طبيعة الحال هو لا. إذا خليونا نكتشفوا علاش. اللي خصنا نعرفوه كاملين هو أن الإطراء مستويات أو لدرجات اللي ما عندهمش كاملين نفس القيمة، وأحسن الإطراءات أو للمجاملات وأعلاها درجة هي اللي كتتطلب واحد المجهود فكري، واللي أقلهم درجة هي الإطراءات أو المجاملات أو للمدح اللي من البديهيات، أي أنها باينة وأي واحد يقدر يلاحظها، بحال مثلا الإطراء أو للكمبليمون على الفيزيك، أي على المظهر الخارجي ديالنا. وهذا النوع ديال الإطراء أو المجاملة هو فقط واحد الرد فعل على واحد المحفز أو تنبيه بصري، يعني شي حاجة شافتها العين ديالنا وديك اللحظة لفتت انتباهنا وهدرنا عليها بالإطراء على الشخص. مثال: فاش كتمدح الجمال ديال واحد الإنسان، وهنا كنكونو كنمدحو الشخص على الحاجة اللي ماشي هو المسؤول عليها واللي ما تعبش عليها، الله اللي خلقو في ديك الصورة. إذن كل ما تطلب الشكر أو الإطراء واحد الجهد واحد الذكاء باش يتلاحظ كبرات القيمة ديالو. وما بين هاد جوج أنواع الإطراءات أو الشكر كيجي المدح متوسط القيمة، وهو الإطراء أو الشكر أو المدح على الميزات الشخصية الإنسان، بحال مثلا إلى جينا ومدحنا قدرة الشخص على الانضباط أو المثابرة ديالو في الحياة أو الأناقة الشخص أو الذوق الرفيع ديالو في اختيار الأشياء. وكاين أيضا نوع المدح اللي كيتعدى النوع السابق في القيمة، وهو نمدح شي شخص على الإنجازات ديالو وعلى أي حاجة دار فيها مجهود. مثلا فاش كنمدح شي واحد على الوقت والجهد اللي كيبذل باش يربي ولادو أحسن تربية ويعتني بهم، أو المجهود اللي دار باش يحصل على واحدة الشهادة أو ديبلوم رغم ظروف الحياة اللي صعيبة عليه. هاد النوع ديال الإطراءات أو لد الإطراء عنده قيمة أكبر من اللي سبقوه، حيت هاد شي كيبين أننا ردينا البال شي حوايج دارهم الطرف الآخر عن اختيار وقناعة وبدل فيهم مجهود كبير. وفاش كنمدح شي واحد على حاجات هو اختار يبدل فيهم طاقة ديالو باش يحققها ويوصل ليها، راه بحال إلا كنعترف ليه بواحد الجزء من الهوية ديالو اللي ماشي أي واحد يقدر يلاحظها واللي ما نقدروش نشوفوها إلا إذا كنا بصح عادين اهتمام لهاد الشخص. والشكر أو للإطراء أو للمدح الأكبر قيمة من هاد الإطراءات واللي كيحتل المرتبة الأولى هو مدح الشخص على الطريقة اللي كيتعامل معنا بها ونلاحظوا أشنو كيدير هاد الشخص على ودنا. مثلا تعترف لشي واحد معاك في العمل أو في المدرسة وتشكره إلى خدم من وقته باش يشرح لك شي حاجة أو ليعلمك شي حاجة، واخا الوقت ديالو ضيق وعنده أعمال أخرى لكن هو اختار يعطيك شوية من وقته. ولكن اللي خصنا نردو ليه البال انه كاين واحد النوع ديال الشكر والمدح اللي خطيرين وما خصناش نتقبلوهم واللي ما خصش نفرحوا ليهم او نخليهم يلعبوا لينا على النفسيه والمشاعر ديالنا، وهي المجاملات اللي عندها ثمن او مقابل. وهذا الثمن ما كنعرفوش واللي على العموم كنكتشفوه من بعد، وهذا النوع ما هو الا تملق او واحد الاطراء اللي مبالغ فيه وكيكون مراه واحد الحاجه او لواحد المصلحه. وغالبا الاشخاص اللي عندهم نقص في الثقه في النفس دغيا كيتقبلوا هذا النوع ديال الاطراءات وكيخليوهم يرتاحوا ويحسوا بالقبول ويطمئنوا، حيت كيكونوا خايفين من نظره الاخرين ليهم وبالتالي كيكونوا عرضه للاستغلال. النوع الثاني اللي ما خصناش نقبلوه واللي عنده ثمن كبر من السابق هو فاش كيشكرك شي حد وكيمدحك بواحد الصفه اللي بغى يستافد منك بها. مثلا في الخدمه يجي عندك صاحب العمل او لا لو باترون
ويقول لك انت مجتهد وكتخدم بزاف ومزيان واي حاجه كنعطيوها ليك كطرقها، باش في المقابل يكثر عليك الخدمه ويزيد يشارجيك. اولا مثلا شي استغلالي يجي ويوصفك بانك انسان صاحب جود وكرم وسخي باش يطلب منك شي حاجه وتعطيها ليه. بالتالي هنا بضعف منا كنحاولوا ما امكن نطبقوا ديك الصوره اللي بغى يرسم علينا، وكنبغيو نكونوا في المستوى وعند حسن الظن. هاد النوع ديال الاطراءات او المجاملات خطير وما خصناش نستسلموا ليه، باش نحافظوا على النفسيه ديالنا وما ندموش من بعد، حيت هاد الانسان غادي غير يستافد منك ويشمتك ويخليك. النوع الاخر ديال المدح او الاطراء او المجامله، وهو يجي شي واحد يشكرنا ويطلع بينا ويطيح بالناس اخرين كاملين اللي معانا، يعني يهز بينا وسط واحد المجموعه ديال الناس ويحتقر البقيه. بحال مثلا يقول لنا شي حد انت ماشي بحال الاخرين، وهنا كيعطينا الشعور باننا احسن وحدين وكيحرك فينا الغرور، بحال الا واحد الصفه فينا غير حنا من دون الناس كاملين. وهذا الشيء ما خصناش نقبلوه، حيت الا قبلنا هذا النوع ديال الاطراء فحنا كنقبلو حتى بالفكره اللي معاه، وكنسمحوا للغرور والتكبر يتسرب لينا. خصنا ديما نحذيو راسنا من هذا المدح اللي كيحط من القيمه ديال مجموعه ديال الناس حنا وسط منهم باش يرفعنا حنا، حيث كيكون غالبا الهدف منه يخلق واحد المنافسة شرسة ومعتمد بالأساس على سياسة فرق تسود. وآخر نوع المدح أو الإطراء أو الشكر اللي ما خصناش نقبلوه، وهو اللي كيطيح من القيمة ديالنا أمام الناس. بحال مثلا يقول لنا شي حد كيفاش ما قدرتيش تلقى خدمة وانت مجد ومثابر، أو كيف ترى ما جبتيش مزيان وزعما انت قراي ومجتهد. فهاد النوع الطرف الاخر كيمدحنا وفي نفس الوقت كيذكر عدم القدره ديالنا على انجاز واحد الحاجه او تحقيق واحد الهدف رغم الصفه اللي كيمدحها فينا. واللي خصنا نعرفو ان تاثير المدح على النفسيه كيكون كبير كل ما كان الانسان ضعيف الشخصيه وما عارفش راسو مزيان. اذا نخدمو على راسنا، نعرفو نفسنا ونبغيو ذاتنا، وهادشي كامل حيت كتستحق.